أولى محطاتنا لليوم رح نحكي فيها طبعا عن البشرة، ومثل ما تابعنا بالتقرير اللي قبله وكنا عم نحكي عن طبعا الجفاف ومشاكل الجفاف ممكن تتداخل مع بعض وتؤدي لأمراض تانية. موضوعنا لليوم رح نحكي فيه عن الأكزيما، رح نتفصل أكثر بأسبابها وطرق علاجها. طبعا هذا الموضوع رح نحكي فيه مع ضيفتنا الاختصاصية الدكتورة وهيبة سليمان، وهي اختصاصية بعلاج الأمراض الجلدية. يسعد صباحك دكتورة واهلا وسهلا فيك. اهلا سلمى. بدايه خلينا نحكي اليوم الاكزيما، هو مصطلح شائع موجود كثير، ناس يمكن البعض بيخلط بين الاكزيما وبين الحساسيه. خلينا نعرف الناس شو هي الاكزيما. الاكزيما هي طبعا عدد يعني طيف واسع من الامراض، والاكزيما كثير هي مرض شائع، يعني تقريبا 10-20% من السكان انه راح ينصابوا فيها فتره من الفترات، بالاضافه انه في عندنا اكزيما وراثيه اللي هي اكزيما التأتبيه اللي بنشوفها كثير عند الاطفال. فالاكزيما هي نوع من التهاب الجلد، الجلد عم يصير عندنا التهاب نتيجه عوامل مخرشه، واحيانا العوامل المخرشة وقت عم يزيد الحساسية إلى وقت عم يصير عندنا إلا إكزيما تماس تخريشية اللي بنشوفها كتير عند ربات البيوت أو اللي بيغسلوا كتير إيديهم أو جسمهم حمامات كتير. فمع استمرار التعرض لهالعوامل المخرشة اللي هي المنظفات والمواد القلوية ممكن يصير عندنا تشقق ويفوت العوامل المخرشة لجوا ويصير عندنا إكزيما تماس الأرجية. فهدنا هدول أشياء شيء إكزيما تماس الأرجية والتخريشية، بالإضافة للإكزيما التأتبية اللي هي بتدخل الوراثة إلى دور كتير فيها. الوراثة هي اللي بنشوفها عند الأطفال اللي بتبدأ عادة بعد عمر الشهرين. قبل عمر الشهرين فينا نشوف الإكزيما الدهنية، أما بعد عمر الشهرين بنشوف الإكزيما التأتبية اللي بتطلع عند الأطفال. تطلع اول شيء عند الوجه على الخدود، بعدين ممكن تتوضع على السطوح الانبساطيه، بعد فتره بتتوضع على المناطق الانعطافيه ورا الركبه عند المرفقين، وطبعا ممكن تترافق مع امراض ثانيه، مع امراض الحساسيه الثانيه، ممكن الربو، ممكن التهاب انف تحسسي الرمد الربيعي، وبزيد كثير بالتعرض للعوامل اللي بتصير هالامراض، يعني سواء غبار الطلع او الفرو تبع الحيوانات، التدخين، كلها عوامل بتزيد من الاكزيما. طيب نحن اليوم عم نحكي عن اكزيما الاطفال بالعموم، خلينا نحكي عن المسببات، هل في اسباب خاصه؟ يعني بنعرف انه بشره الاطفال ممكن تتعرض للاكزيما لاسباب ثانيه طبعا بسبب، يعني خليني اقول الملابس الداخليه، الحفاضات الاطفال ممكن يكون هي سبب الاكزيما. اكيد هي في نوع من الاكزيما بنقول لها اكزيما الحفاض، هي بتطلع بمنطقه الحفاض، فهي اكثر شيء نتيجه التماس منطقه الحفاض، يعني بتكون تماس مباشر مع البول مع البراز نتيجه الرطوبه، التعطين، التعرق، كلها هي بتخلي يصير عندنا نوع من الاكزيما. فاهم شيء التهويه، وننتبه كثير انه اكزيما الحفاض يعني لازم نغير الحفاض شيء ينبل، لانه طالما في تماس مع البول مع البراز فبدها تزيد اكثر، بده يصير عندنا الطبقه الدهنيه الموجوده بشكل طبيعي وعند الطفل خاصه بدها تروح وتتعرض للعوامل المخرشه اللي حكينا عنها. فمتى ما تعرضت ممكن بقى يصير عندنا استعداد للجراثيم، للفطور، المبيضات، فما بنكون بس باكزيما، بنصير بعوامل جرثوميه وفطريه، فلازم ننتبه، خاصه الصغار كثير لازم، لانه ممكن الطفل اول ما يولد يقول عنده يكون 10 مرات و11 مره، فهيك لازم نغير الحفاض. صحيح هالظروف صعب، بس يعني قدر الامكان نهوي الطفل قدر الامكان، يعني حتى وقت انه بدنا نغير له نتركهم هو فتره، لازم ما دغري الحفاض. واحيانا بصير عندنا اكزيما مكان الحفاض، يعني بتحسس لنوعيه الحفاض، احيانا اللزقات تبع الحفاض كمان ممكن تساوي لنا اكزيما، فبدنا ننتبه، ووقت يصير اي احمرار اي شيء نراجع الطبيب لنعرف شو مصدر هالاكزيما. اكيد. يعني دكتوره موضوعنا اليوم مهم كثير وبهم كل الامهات. زميلتي فرح انا حكيت ببدايه الحلقه انه هي تعرضت لمشكله بالسير وهي جايه، السياره تعطلت معها، هلا وصلت على اللوكيشن، وكمان فرح هي ام واكيد بهمها هذا الموضوع. صباح الخير، بالعافية. صباح الخير، كيفك سلمى؟ اول شيء المهم انه انت بخير الحمد لله. الحمد لله على السلامه. بعتذر من المشاهدين ومنك سلمى ومن كل الناس على التاخير اللي هو اول مره بصير. المهم انت بخير، يعني تعطيله بسيطه للسياره. تعطيله بسيطه ولحقتكم ولحقت الحلقه. كنا عم نحكي مع صباح النور، عم نحكي مع الحمد لله على السلامه وهيبه عن الاطفال والاكزيما. طبعا انت ام وعندك طفل صغير، واكيد بمر معك هذا الشيء، يعني يوميا
يوميا الا ما تتعرضي لحساسيه لبشره العباس او يصير معه شيء او اكزيما، فرح خليك تبلشي هيك تسالي اسئله خاصه اليوم بالاكزيما عند الاطفال. تفضل. تمام. هلا دكتوره، يمكن الاطفال الرضع حديثين الولاده، بعض الامهات بيقولوا يمكن انه هن بمنقى شوي عن الاكزيما بما انه هن قليلين شوي يمكن الاختلاط للاطفال او يقربوا من اي شيء موجود بالبيت، فهن بحمايه. خلينا نعرف بالاول العمر يلي ممكن يتعرض له طفل للاكزيما، وليش ممكن هيك طفل بعمر صغير يمكن يتعرض له؟ هلا نحن الاكزيما في عنا كذا نوع من الاكزيما، يعني ما ضروري بس التماس. هلا الاطفال بس يولدوا في عنا الاكزيما الدهنيه، هي اللي اول شيء بتتجلى بقبعه المهد، بنحس القشر القشور الدهنيه اللي على الفروه، وممكن كمان هالاكزيما تصيب الثنيات حتى منطقه الحفاض، الثنيات كلها بنلاقي سطوح حماميه عليها قشور صفراء. هي ما بتخوف، هلا سببها الاساسي مو معروف، ممكن يكون انه دور للهرمونات الوالديه اللي عم تكون اول ما يجي الطفل. فهي الاكزيما الدهنيه علاجها كثير بسيط، بنحاول ابدا ما نحط كورتيزون، ممكن بس مطريات القشره اللي بنشوفها كثير بقبعه المهد، هي اللي بنشوفها كثير عند الاطفال، كثير ناس بيلجأوا لعلاجات طب عربي وكريمات ووصفات يعني ما انا مزبوطه بنوب. بكفي نحن انه زيت الزيتون ممكن نحطه وما نحاول نشيل هالقشور، لانه بدها ترجع وقت عم نشيل عم نعرض الجلد للالتهابات، ونكون بشغله كثير بسيطه وبدها تروح لحالها انه يصير عندنا التهابات سنويه. فالاكزيما الدهنيه بتطلع هي عاده قبل الشهرين بنشوفها، وما لها علاقه بالمخرجات الخارجيه. بعدين في عندنا الاكزيما اللي بنشوفها بعد الشهرين اللي حكينا عليها انا وسلمى، الاكزيما هي التأتبيه بعد الشهرين، هي الوراثه لها دور، يعني احيانا بيكون عامل وراثي، بنلاقي بنفس العائله عندهم هالاكزيما التأتبيه، ما ضروري بس جلدهم، ممكن ناس يكون عندهم التهاب انف تحسسي رمد ربيعي، كمان الربو، كلها هي انه امراض الحساسيه اللي بتزيد مع العوامل المخرشه. فدائما نحن بدنا ننتبه ونحط مطريات لجلد هالمرضى حتى ما دائما نضطر للعلاج بالكورتيزون والعلاجات الثانيه. يعني فرح يمكن في كثير كمان عوامل هي بتحفز الاكزيما، حكينا شوي مع الدكتوره قبل ما تيجي عنا، رح نحكي اكثر ونتعرف على معلومات بالتقرير عن العوامل المحفزه للاكزيما ونرجع نكمل حديثنا. الاكزيما احد انواع امراض الحساسيه، وتوجد عده انواع مختلفه من مرض الاكزيما، واكثرها شيوعا ما يعرف بالتهاب الجلد التأتبي. وتحدث الإصابة بمرض الإكزيما نتيجة اجتماع عدد من العوامل المناعية والجينية، حيث يوجد عدد من الجينات التي قد تكون مسؤولة عن الإصابة بالمرض، كجين فيلاجرين وهو الجين المسؤول عن إنتاج أحد بروتينات الجلد، وعندما لا يعمل هذا الجين بشكل صحيح فإن الجلد لا يستطيع تأدية وظيفة الحماية بشكل صحيح، بالتالي يرتفع خطر الإصابة بالإكزيما نتيجة بعض الاضطرابات الجهازية لدى الأطفال كفرط تحفيز الجهاز المناعي عند التعرض لبعض المهيجات وانخفاض قدرة الجلد على الاحتفاظ بالرطوبة. من أبرز محفزات الإكزيما عند الأطفال لمس أنواع معينة من السجاد أو العشب، الملونات الصناعية والمواد الحافظة، العطور والصابون وبعض المواد الكيميائية، الأقمشة الصوفية والصناعية، الطقس الحار وارتفاع درجة حرارة الغرفة، أخيراً العدوى الفيروسية والبكتيرية. دكتورة خلينا نعرف أكثر من حضرتك عن مدار الأكزيما وشو ممكن تسبب يمكن من أخطار على الطفل بأعماره المختلفة. الاكزيما مثل ما قلنا انه هي عم تصير اصابه على الجلد، والطفل سطح الجلد واسع بالنسبه لمساحه يعني ولوزنه، فاي تخريش لهالجلد اذا صار عندنا اكزيما بمساحات واسعه ممكن ينكشف سطح الجلد. فدائما لازم نحن نحاول انه هالحاجز الدهني اللي عنده انه نتيجه الاكزيما التأتبيه انه هو بالوراثه عنده اضطراب، مو انه نقص مناعه، اضطراب مناعي عم يساوي هالشيء. فدائما بدنا نحط مطريات، الاطفال دائما بدنا نقص لهم اظافيرهم، ننتبه كثير، نعطيهم مضادات للهستامين لانه الحكه كثير قويه، يعني ما بيقدر الطفل، والطفل يعني ما راح يقدر نقول له لا تحك ما يحك، الحكه هي العرض الاساسي بالاكزيما. فدائما بدنا نقص لهم اظافيرهم. النظافه ما كثير، يعني نحن في كثير معتقدات خاطئه مثلا انه نغسل كثير، لا، ونغسل بمي دافيه سخنه، فغلط، وخاصه للاطفال اللي عندهم من الاصل تأتب، او حتى كل مرضى الاكزيما الصوابين انه استعمل الصوابين المعقمه والمطهره، وخاصه هلا في
ظل أزمة كورونا، لا حتى كورونا كفيروس هو يعني الماء العادي والصابون العادي اللي ما له معقم بيقضي عليه، فما بدنا نحن كثير نبالغ لأنه عم نشوف حالات كثير شديدة خاصة عند هالأطفال نتيجة الأمهات بيضلوا بيحطوا لهم الكحول المعقمات، طفل طالما بالبيت هو محمي ما معرض لأنه ما في تماس مع المرضى، فيعني النظافة العادية بصابون مي الغسيل بالمي والصابون ما بدي المعقمات، المعقمات كثير بتخرش زيادة، والصابون يكون مو طبي انه في معقمات، لا يكون جليسرين وعند الضروره، يعني هدول الاطفال كثير بدنا ننتبه على جلدهم لانه متى ما صار الجفاف صار التشقق مثل ما قلنا ممكن يصير عندنا يصير الاكزيما تزيد، يصير عندنا ننزل حويصلات تفوت العوامل المخرشه، وحتى ممكن نتيجه الحكه اذا ما ضبطنا الحكه ما عالجنا مضبوط ما استخدمنا الكريمات قلنا اول شيء المطريات ممكن الكورتيزون ممكن مثبطات الكالسينورين هي الادويه المناعيه، فممكن اذا كثير الاكزيما زادت نكون فتحنا لحنا مجال تفوت الجراثيم ويصير عندنا التهاب قوباء اكزيما متقوبه او الا، وهي ممكن يعني حتى الجسم يصير عندنا التهابات تاثر على الكلى وعلى الدم وعلى اي شيء، فدائما ندير بالنا على هالاطفال. اكيد دكتوره وهيبه، يعني حكيتي عن مخاطر الاكزيما والعلاج الخاطئ لها، خلينا نبلش نحكي اكثر بالعلاج، وخصوصا مثل ما بتعرفي الامهات والامهات الجدد كثير بيصير في تدخل بطريقه التعامل مع اي مرض بينصاب الطفل، بنسمع كثير عن الاعشاب العطريه انه مثلا اعملي مغاطس فيها اعشاب للاطفال بتروح الحساسيه او الاكزيما، مدى صحه هذا الشيء وشو الطريقه المناسبه للعلاج؟ اكيد مو مظبوط، احنا الاعشاب هي يعني ممكن نستخدمها ببعض العلاجات بس اكيد بدها تكون مدروسه ونعرف شو نوع الاعشاب، اما اعشاب عاديه بالعكس هي ممكن تساوي لنا اكزيما، في كثير اعشاب بتساوي هي التحسس، فما بنطلب ابدا نستخدم هالعلاجات، العلاج اكيد يعني اذا ما رحنا لعند طبيب بكفي المطريات العاديه، طبعا متى ما زادت الاكزيما اكيد بدنا نضطر انه نراجع الطبيب ونحط الكريمات المناسبه، فاذا دائما مطريات لو مرتين ثلاثه وخاصه بعد ما يتحمم الطفل، والحمام بده يكون فتره بسيطه ما نطول بالحمام، لانه كل ما طولنا الناس بفكروا انه نحط مي نغسل انه بيرطب الجلد، لا بالعكس وقت عم نغسل بالمي فرح ينشف تنشف المي ويصير عندنا عم يروح الطبقه الدهنيه لتفرز بشكل طبيعي، فنحن دائما الحمام بده يكون سريع، الغسيل كمان يكون سريع عند المرضى الاكزيما، ودغري نحط المطريات بعده، فاهم شيء ننتبه انه ما نلجا للوصفات والاعشاب لانه اكيد بتضر وكثير ممكن يصير تحسس منها، والاطفال كثير بننتبه انه هن لحالهم بيصيروا بيحطوا حتى الصبايا الصغار بيحطوا الكلونيا تبع امهم الحمره المسكره البودره كله هذا عوامل عامل كثير بتزيدلهم من الحساسيه وانه يصير عندهم الاكزيما اكثر. نعم. اكيد دكتوره وهيبه بنقول لك شكرا كثير على كل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها، وبنتمنى انه يكون فعلا كل الامهات قدروا يستفيدوا من كل الاسئله والاستفسارات اللي بعثوا لنا اياها وقدرنا نوصل لك اياها. شكرا كثير لكم. شكرا لك دكتوره. شكرا.